السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك أشياء يجب على الصائم أن يكون حريصا لئلا يقع فيها فيبطل بسبب ذلك صيامه. أول شيء من الأمور التي تبطل صيام الصائم هو الأكل والشرب عمدا، فإذا أكل الإنسان أو شرب متعمدا فإن صيامه يكون باطلا ويجب عليه أن يعيد هذا اليوم. أما إذا أكل الإنسان أو شرب ناسيا فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يتوقف فورا عند تذكره أنه صائم، وأن يخرج ما في فمه من الطعام والشراب ويتم صومه ولا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولا فرق في ذلك بين أن يأكل الإنسان ناسيا في صيام الفريضة أو في صيام النافلة، وذلك لأن الدليل الذي ورد إنما يدل على العموم ولم يفرق بين ما هو مفروض وبين ما هو سنة. أما الأمر الثاني من الأمور التي تبطل صيام الصائم هو الجماع في نهار رمضان، وهذا معناه أن الإنسان إذا جامع زوجته أثناء الصيام فإن هذا الجماع يفسد صيامه ويجب عليه أن يعيد هذا اليوم بعد رمضان، ويجب مع ذلك أيضا كفارة. هذه الكفارة إنما تكون بمثابة العقاب له. وأما الزوجة إذا كانت مطيعة له وراضية بهذا الأمر فإنه يجب عليها قضاء هذا اليوم ويجب عليها الكفارة أيضا. أما إذا كانت الزوجة مكرهة ومجبرة على هذا الأمر فإنه في هذه الحالة يجب عليها قضاء هذا اليوم ولا يكون عليها كفارة. ويدل على ذلك ما رواه البخاري أن رجلا وقع بامرأته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله، فقال له رسول الله: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا. فهذه هي كفارة من جامع زوجته أثناء الصيام في نهار رمضان، وذلك لأنه انتهك حرمة هذا الشهر. كذلك من الأمور التي تبطل الصيام هو إنزال المني عمدا بالاستمناء وغيره، فهذا الاستمناء إنما يبطل الصيام ويوجب على الإنسان أن يقضي هذا اليوم في غير رمضان وليس عليه كفارة. أما إذا نام الإنسان في نهار رمضان وقام من نومه فوجد نفسه محتلما فإنه لا قضاء عليه وصيامه صحيح ويتم صيامه، وذلك لأن النائم لا سلطان له على نفسه، ولأن الله عز وجل لا يكلف الإنسان بما هو فوق طاقته، فإن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن ينبغي على هذا الذي نام واحتلم، ينبغي عليه أن يقوم فيغتسل من أجل أن يؤدي الصلاة المفروضة عليه. كذلك من الأمور التي تبطل الصيام هو التقيؤ عمدا بأن يتعمد الإنسان أن يخرج الطعام من معدته. أما إذا خرج الطعام من معدته بسبب مرض أو غثيان فإن صيامه صحيح ولا شيء عليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. كذلك من الأمور التي تبطل صيام الصائم، وهذا متعلق بالنساء، هو خروج دم الحيض أو النفاس. فإذا نزل دم الحيض على المرأة أثناء صيامها فإن صيامها يبطل ويجب عليها أن تفطر وأن تعيد هذا اليوم في غير رمضان، حتى لو نزل هذا الدم قبل أذان المغرب بلحظة فإن هذا الصيام يكون باطلا ويجب عليها قضاء هذا اليوم.
والمرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، ولكن يجب عليها أن تقضي الصيام ولا يجب عليها قضاء الصلاة، لما روي أن امرأة جاءت لعائشة رضي الله عنها وقالت لها: ما بالنا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ والحرورية هم طائفة من الخوارج يوجبون على المرأة الحائض أن تقضي الصلاة أيضا. فقالت لها: لا، ولكني أسأل. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.